مرشح حزبك معارض كاي وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو هي ولو قدامي حزبك وداني حرص على حاجة عصام مدوي كودن بيبا سفر كل ما قعد بحول على يكون مريج قبل هذا برجع سمال الآن أيام ما تسوق قارين مجالات عرقابي حرمت قبل كسنة جا وحنا دجان كعلى داب لوات دولت كمجالات عرقابك كهر تجي وفتجا مرشح يا قدوميها كمان كم ده تاجر يا شخص بيجا وداني وكل أيام مجالات عرقابه ويهرك عيان مسؤولين تحس بيجا وداني قبل كسنة جا وحنا قدوميها يا ولو مرشح لسه قلبي يا قدها مجالات عرقابه وحنا قرينتي بالكاسي كلاه الله يدروني تذا بنا إيشود ويني مرشح يا ولو قدوميها مدح دقميد مسؤولين يولبا سرا كل سرا وكتر سنحس بيقى معارض كاي وداني بانوغي مهاد علينا إلا وفت ده بلارا إلا إساكا نوي مهدان يغو صعدا ولوليه يوان ولي بلابين معنا هده إندا إندا إني يدرق إنا بغضان يدرق يغو صعدا آد بانوغو سلامينا آد بانو مهاد علينا وغي مهاد علينا وانا يدي سودا وينينا بغل كيما بغل وحنا نشيلنا قدومي يوم الحويلة وحنا نشيل ما يشمع لي هذا كل شيخ ما أنت اسمع عسبين لو تشروا هربا من هالك نسمون نبي إلى أيو بلقي الله بلا ما يقول كلا فري أنا يتعب أنا يجتري أنا وهذا أنا هيك الشيخ لاي من عند قصبة حد قصبة بيرة يا حسبيك ما أنت أنا وأنا عرفت أنا وحوي إذا نجمع مغنا إلى حل بعنا دي إلى أضياء شيء تي بعاقب كي وقاشي كله وعيال كي أنا جا أجي جا كان وهو يحل حلك هاي حس بجا سياسيين كله أنا جا ما أنت إذا نجا ما مغنا وحنا كلنا هاي حس بجا وضلي وأنا تاجر سن هاي أنا هو حنا هاي ده وضي جا طول ده وحنا بايه بانك الله بايه طول له بانك الله وحويين ولا البان كسر قد بينا ولا البان كسر قد بينا وحان صوم الله تدو بس ما رأيتن ملحوية مركي وحتى دعي دور كان دور كي كوري يي بقول قدامي أنك هانو قالكن قدامي أحس بيك وداني بانك ها وحويين شن لا ترعد وانا قحط بقول يكون ترعدنا مي دليس كي نو قتيران والله هيا قولوا لنا قال لك كريم بانكويا ليه فانتي سيدا هرتا انا نقول اسبين انا نقول اسبيكا واكا ولا هذا كل شيء خصوصا وين هي وفتي هو قامين يوم مرشح من هوينة عبد الرحمن محمد عبد الله قدومي يا حسبيكا بس على حاجة حسن وفتي ده هير قرانا يا حسبيكا حلي بان ده ويلك يقودهان مرشوين تا مقالة كرسيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعدها مرة صدحاتها وانكسوا دوينينا كالسيخ وفي المرشحة يقدومي ورقامين ايان مدر المرشح مقالو ينكا مقالة لما محاكمة تاي مقالو ينكا كل مية وقتي وركا قوري ديار نوة اسبدل كيني وركعان باهوين باهو قبان رمتي كابياشا arimaha bulshada oo ay aad uga aradayeen ama xukuumadii kulmiye aanay hal qodob uga qaban haday tahay caafimaad iyo haday tahay waxbarashay haday tahay gudahaan baahida bulshada ku soo dhawaada degmada Kalshiiq waa deegaan ballaaran runti cod badan oo iyo taageero badan haya hal waxa fadhiya xildhibaanada isku sidkan ay deegaanka iyaguna saaka waxa diyaar u yihiin xisbi dhisan waxa la doonayaa ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay shaqo socotay haddii kuma cilmi iyo gudoomiyaha gobolka mudane maxay cod qorsheen iyo xogayaha biyaha oo runtii iyaguna shaqaad yaad yaad balaan u galiyay degmada reer Kalshiiqna waan u mahad celinayna soo dhawaada assalaamu calaykum raxmatullaahi gaaminayo musharax maxamed xaweyne mudane abdirahmaan maxamed abdullahi iyo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane xirsi cali haaji xasan waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Kalshiiq in yar oo faahfaahin aan ka bixiyo degmada Kalshiiq degmada Kalshiiq waa weeyaan waa meesha kaliya أفر يا أفرتن قف هل معلم حوي أن لقوا دلي أو رجيم كي وحوي الحكومة دي سياد برا أي كود شيء ضد كم حوي أن دكان دكان كني هذا الدولة دي هي كلا دم بيه سومالي لان وحوي أن وح فائدة كما أنا هلين وح أنو لكن سر رجينا أو دكان كور رجينا يا يوحوي يا كيل دونان
حكومته وصوره سيو عبد الرحمن محمد عبد الله هذا أن سوق لين تذكر ديجان كان يو ديجان كبا يرو ففاينا كبيحيو تذكر ديجان كان ديجاني وديجان وحوي ديجان كده ديجان هذا بلارن وتذكر هذا تروب بدن ديجان كل حكا سو بلامية قدو كسو بلامية والله ما بقول كيلومتر بو شهادة نجحية سوق لين شهادة هو حنا نجحية بقول كيلومتر أو بدل ما بالك وحوي يعني كليه هي يعني حدود كليه سيدو كلا ديجان كان تدو حوي يعني بكرد الشيء ما عليه أو سومالي تدك وقوم قعوين أيا كرد الشيء وح كرد الشيء سعيد أو شامع وح كرد الشيء حامد وح كرد الشيء صالح شراء لما أنت تدو حي هاي وحوي تد ما قعي يوم مصب كله تدك سوما أفك سومالي قري أيا وحوي يعني كسو شيء ديجان كان كنا ساكا مقالة كل شيخ إن كل شيخ هو مقالة تاريخية een waa magaalo waxa weeye xasuuqii dawladdi een rajiimka ahayd ee maxamed siyaad bari ay xasuuq baanka geysatay een nabaradeedina yaaliin waa meelaha een dawladdan kulmiye waxay ku faantaa hadii jir waxay tiraahdaa SNM baan noo dalkaan u soo halganay hadii halgan wax tarayo oo SNM wax tarayso meelahi xasuuq oo badan ka dhacay weeye een wax qabadna siday ka tahay waa aragtaan musharax madaxweyne waa kugu soo dhaweeyayna een waxaan kugu soo dhaweeyayna gacmo furan kal sheekh maanta ugu ma horeeyso wadani kal sheekh waxa ka soo jeeda rag shaqada looga eriyay deegaanka oo deegaanka ka dhashay oo shaqada looga eriyay xisbiga rag xabsiga u galay oo mandheera u galay rag een fara badan oo maxay weeye asaasiyalaha rag goli deegaanka ka sharaxnaa 2012 maanta kuma cusbo kal sheekh wadani een maanta xilibaankeedii iyo xilibaanadeedii een xilibaankeedii deegaanka iyo xilibaankeedii baarlamaankaba maanta way fadhiyaan rag siyaasiyiin oo haldoora oo kaloo soo korray way joogaan waanu isu dhannahay waanuna dhammaystirannahay waanuna midaysannahay waxaanuna isbeddelka ku taageeraynaa si mugiyo miisaan leh hoggaanka xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo madaxweynaha u sharxan xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga wadani hogaaminaya xirsi cali xaaji xasan waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada gacmo furan iyo qalbi furan iyo deegaankiinnii iyo dadkiinni ku soo dhawaada halkan maanta waxaad aragtaan indhihiinna idin macalina guddoomiye deegaanka kal sheekh sidaa laga soo sheegay waa deegaanka halgankii ee lambar 1 ka galay haddana qolada halganka ku faanta aanay wax allaale waxay ka qabatay aanay jirin taas waxay tusaale u tahay maanta oo aan isbeddelka iyo deegaanku sidaan ugu soo camiray inay helaan in taalo loo dhiso markuu xisbiga kuuleysto in laga dhiso taalo shahaadada la yiraahdo laga dhiso halkan intaa ka bacdi guddoomiye iyo madaxweyne iyo guddoomiye dadka halka jooga waa wadani waa wadani barxla labada codna waxaanu hayna wadani labada codna wadani sawad wadani uma hayna labada cod sawadka wadani uma hayna soo labadaba siin mayno dhammaantoodba waxaanu dhahnay ku soo dhawaada kal sheekh kal sheekh waa magaalo taariikhiya waxaynu odhan karnaa waa astaan qaran kal sheekh marka loo eego waxyaabaha ay soo martay iyo meelaha ay ka soo gudubtay waxa weeye wax maanta waxaanu idinku soo dhawaynaa kal sheekh waxaanu idin leeyahay soo dhawaada cod baynu doonaynaa wadani baa cod kale wadani baynu siinaynaa codka sidii hore loo sheegayba annagaa metelaha golihii wakiilada ayaan u joogaa dadkan wax alla wixii wadani idinkaga xidheen anaa mas-uul ka ah waxaan ku rajo weynahay inay wadani ay fuliyaan wax alla waxaa u baahan tegaya nimanka la yidhaahdo kulmiye m c h baan intaan golaha wakiilada imaan halkaa ka dhisay waad wada aragtaan hay-ad baa igu caawisay waxay u diideen laba shaqaalaa inay keenaan saddex sano wax waliba waa yaalay shaqaalihii waa xidhan yahay qafil waa sii eegi kartaan qafil baa ku jabsan waxa weeye hay-ad baa dhistay oo igu caawintay aniga markaan golaha wakiilada imi waa cusub yahay waxa weeye kulmiye halkaasu ka taagan yahay wadanka kulmiye maanta hal cod ma siinayno hal cod ha ugu talagelina hal cod ha siinina kulmiye hal cod ha siinina codka waxaa leh wadani cabdiraxmaan iyo xirsi cali xaaji xasan baa leh codka intaasan isku ognahay gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro murashaxa xisbiga wadani iyo weliba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan sida qiimaha badan ay ka muuqato suruurka iyo farxaddu ay noo soo dhaweeyeen sida ay noogu deeqeen codkooda iyo cududoodaba si ay sulaka ay barbar taageen xisbiga u dhisayaan ee musharaxa u dhisayaan waa mahadsantihiin halkan kal sheekh
وحي أي صوت البطي أي مكافك كشكتي يوحي القرآن وكسوق بيو قدوم يا أحمد لابد أبو قادينا وحي أبو ديادنا وقبنينا وحانا رجيني إن شاء الله تعالى إنا ندما يستره بايه هذا أو وذا قبنه كوري قال يروي حدي وفرينا كوري قال يروي حدي أو يضع دستو حتى نروي حدي بعد عقلها يضع دستو دروي حدي وفرينا مشاريحي مدحوينونا وإلى سعودة ويدي بلاق هذا يا هدي الله كرد يقول دك مدن وحي إلى هذا هاي مدن تهي إن شاء الله تعالى ووتح قلينا هنا إذا كان عد كان إذا كان دونينا لابد عد بوا إذا كان دونينا عد كان مشرحة يا عد كان حسبقة أي لابد ما إذا كان دونينا مدنا نمبر وين نمبر وان بالقو قريا ومشرحة مدنا ونمبر كو مدنا نمبر سجال أو حسبقة دورشة الإنسان سو دورة الإنسان isbedel bayno sameeyneena mid khair qaba allah inoo ga dhigo ee waastaan qara halkan afartan waayeela odeega ka tirsan baayta subax iska roga lagu qaaday lalay sidii la sheegayna walaa odee mushaahidiinta ku faantaan iga u faanta maalin waxba kama qaban halkan أنا معارض ما هاي بريجي هلا أنت أو شيء يحل ما كمان بحي لكن قولي هو سقف لا يبي يقولي سقف كي دورشة كهر ما صارين عاد الله كريم أم سي إتش أو شيء يا حل بانكو وأنا شو شيء دين يا صدح شغالة إنه شارع سيسي أنا ويلا أنت دولت دولة نايسو هلا صغره هذه يا أدمان يكون هذا مقاينا دي مقاينا توف بيلي دي مقاينا بدحوين وكارنك هنا ما ترى هذا يعني جعادي وكبر جعادي هذا الرئيسين أنا باهيان مقاينا دي وكي تشوابي عدنان عبد الرشيد علي تلفشن كعالمي جاي سي بي اي تي في ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيمزكا هادبا محمل سوق الشقوري جاجا حفيز كاجا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121